جينات الإبداع المصرية تنتقل من جيل إلى جيل. لم تكن صدفة أن يأتي ظهور السينما المصرية في نفس توقيت ظهورها في أوروبا، ولم تكن صدفة أن تولد صناعة الدراما مع مولد التلفزيون المصري في ستينيات القرن الماضي. تمين يا شبرا؟ ليه؟ المستقبل ماتي وما ماتت هنادي. مع الكاتب والسيناريست الدكتور محمد سليمان عبد المالك. المسلسلات التلفزيونية عندنا كثيرة ومتعددة جدا جدا، لكن الكوميديا فيها أيضا إلى حد كبير قليلة. صناعة الكوميديا الراقية الحقيقية اللي هي يعني تعيش دي حاجة صعبة جدا من أيام شارلي شابلن لحد النهاردة. سهل إنك تبكي الناس لكن صعب إنك تضحك. هو مش سهل، بس الأصعب من إنك تبكيهم هو إنك تضحكهم. وبعدين أنت هتضحك المصريين إزاي؟ يعني صحيح. هو اللي هو هذا الشعب اللي بيضحك طول الوقت في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف وبينكد طول الوقت، ده هتضحكه إزاي؟ يا شاني لا سوري، أنا سامية سوشيال ملكة الترندات. ملايين يعلقك ولا ايه؟ فكري يا ماما، هلحق اتخطب او اتجوز في الكام ساعه اللي جايين دول؟ انا ابويا راح مني. وسائل التواصل الاجتماعي واهتمام الناس بيها حاليا كبار وصغيرين، هل غيرت أذواق الناس؟ بقيت بتعرف راي الناس على طول بلا حواجز. كيف نصل الى وعي الشباب على سبيل التحديد؟ من المهم ان احنا نخاطبهم بلغتهم. حضرتك قريب من الشباب، في مسلسلات الأطفال؟ للأسف ده مش موجود. حديثنا اليوم من مصر عن الكوميديا الاجتماعية المصرية، أحوالها ومبدعيها. حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.